ينضم إلينا من جميع أنحاء البلاد وفي جميع أنحاء العالم. بدأت هذا الجلسة وأنا والوزير سوف نتحدث لمدة نصف ساعة، ومن ثم نترك المجال للحضور للأسئلة، ومن ثم نطلب من الجميع في النهاية أن يبقون في مجالسهم حتى يغادر سعادة الوزير. طبعا سعادة الوزير في منصبه الذي دام طال فيه أو استمر فيه لمدة 4 سنوات زار الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات، وأنا وهو عملنا سويا بطريقة أو بأخرى في بعض الأحيان لأغراض متعاكسة وأغراض متوافقة وبطريقة مهنية. من دواعي إذن سرورنا أن يعود ليلتقي بنا ليتحدث لنا عن كل ما يجري في الجزء من العالم الذي يقومون به وأبعد منه. سعادة الوزير، مرحبا بك في مجلس العلاقات الخارجية، يسرني أن أكون معكم هنا. دعني أسألك أولا سؤالا مهما من المنطقة التي يوجد فيها إيران. عندما يتم مقارنة منطقتكم بمناطق أخرى مثل آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وحتى في أفريقيا، فإن الشرق الأوسط لطالما كان الأقل استقرارا جغرافيا في العالم. ما السبب وراء هذا؟ لماذا الشرق الأوسط دائما غير مستقر؟ ما الذي يؤدي إلى عدم استقراره؟ أظنه بأنه من المناسب عندما نبدأ بالحديث عن موضوع مثل هذا أن نبدأ بسم الله، لأنه الرحمن الرحيم، لأنه من الأهمية بمكان عندما نتحدث عن منطقة أن نتذكر بأن الله وأن من يقتلنا باسمه هم يحملون عقيدة دينية، وطبعا يوصفون أو يعودون إلى مرجعية تعبد الله الذي هو رحمن ورحيم. طبعا في وحقيقة الأمر إنها سخرية القدر في التاريخ بأن الناس يقتلون باسم الدين واسم الله ويرتكبون هذه الأعمال الوحشية. أظن بأن هنالك أسباب متعددة للوضع في المنطقة، قد تكون أسباب داخلية وأسباب خارجية، ودائما من السهولة بمكان أن نقوم بإلقاء اللوم على الخارج. كان هنالك تدخلات خارجية واحتلال، وطبعا والكثير منها إذا ما فكرنا في الأمر، وكان هنالك الكثير من الغضب والسخط، وهذا ما أدى أيضا إلى التشدد. لا أود أن أعمم، لكن في فبراير من العام 2003، شهر قبل أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق، ألقيت بيانا في مجلس الأمن وقلت بأن الكثير مما قد يحصل بعد الغزو الأمريكي، وفي ذلك الأمر ذلك الوقت كان الغزو الأمريكي حتميا، نحن كان ليس لدينا أي فكرة عما سوف يجري إلا أمر واحد، وهو أن التشدد سوف يزداد. إذن هذه إحدى أو يبرز إذن هذه إحدى الطرق التي علينا أن ننظر إلى منطقتنا. كان هنالك العديد من التدخلات الأجنبية وبشكل دينامي، احتلال وغزو، ولكن إذا نظرنا داخليا أظن بأن، وهنا أنا لا أود أن أكون حقيقة معاديا لبعض الدول، لكن كان هنالك فشل للأنظمة، لم يتم الوفاء بالتوقعات، والناس كانوا يؤمنون بالدولة، وأنا لا أود أن أتحدث هنا عن الدول العربية، ولكن بشكل عام الدول العربية كانت غير قاضية على التعامل مع الاحتياجات الأساسية للشعوب، وهذا ما أدى إلى السخط وعدم شعور بعدم الانتماء، ولا لم يكن هنالك أي فرص للناس للتعبير عن سخطهم. الناس كانوا يقفون لطوابير لعشرات الساعات
10 ساعات في الطوابير فقط لمجرد التصويت. هذا أعطاهم فرصة للتعبير عن آرائهم. الإيرانيين وقفوا 4 ساعات في الطوابير في لوس أنجلوس من أجل أن يصوتوا. هذا يعطيهم منصة للتعبير عن سواء كان رضاهم أو عدم رضاهم مع الحكومة. هذا حقيقة غائب بالكامل في كل دول المنطقة. إذا كان هنالك إحباط مع عدم وجود إمكانية للدولة لأن تقدم الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الكرامة، هذا أمر. ومن ثم هذا السخط تم توجيه هذا الغضب تجاه الحكومات لحكومات المنطقة، حكوماتهم نفسهم، ولكنهم ولسوء الحظ حاولوا أن يقوموا بإعادة توجيه هذا الغضب إلى عدو صوروه و صدف بأننا نحن العدو الذي اختاروه. إذن عدو من اختيارهم، ليس فقط لأنه يتماشى معهم وإنما حتى معكم. إذن الأمر جذاب لأن يأتي شخص ويقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنه إيران هي العدو، إيران هي مصدر كل مشاكلنا. وبسبب هذا نرى هنالك جهود حثيثة من أجل خلق هذا العدو الخارجي، من أجل أن يقوموا بتحويل التهديد الوجودي الحقيقي. ولكنني أؤمن بأن مساعدة هذه القوى المتطرفة حتى ولو كان تحويلهم إلى عدو وهمي، هذا لن يحل المشكلة، لأن المشكلة في نهاية المطاف لهذه القوى المتشددة أو لهذه القوى الإرهابية، فإن محور تركيز غضبهم هو حكومتهم. وحتى لو استطاعوا أن يحولوا هذا الغضب تجاه عدو لوقت من الزمان، إلا أنه في نهاية المطاف فإن هؤلاء سيعودون إلى المشكلة الحقيقية. الآن عقبا على ولي العهد الجديد السعودي، عندما كان ولي عهد قدم مقابلة قبل عدة أشهر وقال، وأنا أقتبس به، بأننا ننتظر من المعركة أن تأتي إلى السعودية العربية، وإنما سوف نعمل على أن تذهب المعركة إلى إيران. فما الذي فهمته مما قاله؟ أن ذهب ما معناه هو تهديد كانوا يحاولون دائما أن يجعله حقيقي عن طريق مساعدة المنظمات الإرهابية، وقد رأيتموهم يشاركون في الفارس وفي مظاهرات في باريس، حيث كان يتم طبعا التظاهر حتى في أمام مؤسسة مثل هذه المؤسسة. إذن لقد دعموا مجموعات إرهابية مختلفة كانت تعمل انطلاقا من باكستان، وأخيرا انتهى بهم المطاف في أن يعودوا بعضا منهم إلى البرلمان الذي يكرهونه أكثر شيء، لأنه يعكس أمر نملكه ولا يملكونه هم. إذن نحن نوع من أنواع الديمقراطية، قد لا تكون ديمقراطية مشابهة إلى تلك الأمريكية، لكن هنالك محاور تشابه. لو تنهدنا فقط مناظراتنا، لو كنتم تعرفون إيران وشاهدتم مناظراتنا وقارنتموها بتلك التي لديكم، أنا لا أحاول أن أكون هنا ساخرا، لدينا مناظرات متشابهة، ولكن هذا الأمر يحدث في بلادهم، وبالتالي هم جلبوا الإرهاب إلى إيران. ولكنني أؤمن مجددا بأنهم ينظرون إلى العدو الخاطئ. إيران هي شريك حقيقي لكل هذه الدول في محاربة عدو مشترك، لأن نؤمن أنه في نهاية اليوم هذه القوى التكفيرية وهذه القوى المتشددة هي عدو لنا كما هي عدو لهم، وحتى هي عدو أكبر بالنسبة لهم. وقال كما قال ولي العهد، وبالرغم أنكم أنتم السعودي طرفي صراع في اليمن، فهل هذا قد يفضي إلى مواجهة؟ نحن نأمل بأن لا يفضي هذا إلى مواجهة، ونأمل إذا حتى لو نكون نتفق مع بعضنا على الوضع في اليمن أو حتى الوضع في سوريا، فنستطيع مع هذا
أن نعمل سويا من أجل وضع حد نهاية لهذه الأزمات. نحن لن يكسب أي شخص من استمرار الصراع في اليمن. نحن نؤمن, وأنا قدمت مقترحا قبل 4 أعوام لمشروع تسوية في سوريا من 4 نقاط: وقف إطلاق نار, وحدة وطنية, حكومة وحدة وطنية, إصلاحات دستورية وانتخابات. وفي اليمن ومباشرة بعد الحرب, بعد أن تقلت برئيس أردوغان الرئيس التركي, الرئيس روحاني قدم مقترح من 4 نقاط: وقف إطلاق نار, إغاثة إنسانية فورية, لأن اليمن ربما الوضع كابوس الإنساني الأسوأ في العالم, 300,000 إصابة بالكوليرا, هذا وضع جدا صعب. إذا وقف الإطلاق النار, مساعدات إنسانية, وحوار وطني وحكومة وطنية. أنا أؤمن بأن هذه قد تكون أساس لترتيبات ما بين السعودية وإيران. ليس لا يجب علينا أن نتقاتل, لا يجب علينا أن نحاول إقصاء بعضنا البعض من المشهد في الشرق الأوسط, لأنه في نهاية اليوم لا تستطيع لا إيران ولا السعودية أن تقوم بإقصاء الأخرى. وفي اللحظة التي يصل فيها هذا الطرف الآخر من الخليج إلى هذه القناعة, فيمكننا حل هذه المشكلات. لقد تحدثت سوريا, ودعونا إذن نتحدث عن سوريا. أنت قلت بأن ضحايا استخدام الأسلحة الكيماوية, والآن أنت تدعم حكومة تستخدم السلاح النووي. كيف تفسر هذا؟ أولا, نحن لا نؤمن بأنه أن هنالك أي دولة لديها خط أحمر مثل استخدام السلاح النووي مثل إيران, لأننا كنا نحن ضحايا السلاح عندما كنا ضحايا السلاح الكيماوي لم يكترث أحد, والكل دعم الطرف الثاني. أنا كنت شابا ولا أزال شابا, ولكن كنت أكثر شبوبية دبلوماسي يانع. في عام 1985 كنت أذهب إلى مقر مجلس الأمن لأقول لهم بأن استخدام السلاح الكيماوي في الحرب الإيرانية العراقية, وقال لرئيس المجلس وبصراحة بأنني لن أصغي لك. إذن أنا لن أقبل أي من يقول لي بأن السلاح الكيماوي خط أحمر, لأن أتذكر بشكل شخصي ما جرى معنا, ولكنه خط أحمر بالنسبة لنا. وقد قلنا منذ البداية بأن إيران تعترض على استخدام السلاح الكيماوي من أي كان, إذن وبدون أي استثناءات. ومع هذا نحن نؤمن بأن مزاعم استخدام السلاح الكيماوي يجب أن يتم التحقيق فيها, وهنالك آليات للتحقيق. نحن لدينا شكوك حقيقية من أن المزاعم الولايات المتحدة الأمريكية حول استخدام السلاح الكيماوي في منطقة شيخون غير مثبتة, ونحن اقترحنا بأنه يجب أن يتم إرسال فريق تحقيق للمنطقة, وقلنا بأنه إذا ما تم استخدام السلاح النووي سيكون له بصمات, ويجب علينا أن نعرف من استخدمه وكيف تم استخدامه ومن أي منطقة خرج. ولربما كان الأمر سهلا لفريق لأن يذهب إلى خان شيخون, وربما كان أسهل أيضا لفريق أن يذهب إلى مطار الشعيرات, لأنهم قالوا بأنه تم تحميل الطائرات بالسلاح الكيماوي في منطقة في مطار الشعيرات, ولا البصمات والأثار سوف تبقى, وذلك يمكن لا يستطيع أن يتخلص منها. نحن عندما ادعينا بأن العراق استخدمت أسلحة كيماوية أتوا إلى المنطقة, وحتى ذهبوا إلى منطقة أو جبهة القتال, وتمكنوا من تحديد مرارا وتكرارا أن العراق استخدمت سلاحا كيماويا ضد إيران. الموضوع ليس بهذه الصعوبة, ولكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية رفضت أن تذهب إلى الشعيرات. وعندما سألت المدير التنفيذي للمنظمة عندما كان قبل أسابيع في إيران, قال لي بأننا لن نقوم بالمشاركة في نسب المسؤولية, سوف نتحقق فقط من استخدام السلاح الكيماوي. إذا من وجهة نظرنا من غير المقبول لأي كان استخدام السلاح الكيماوي, ولكننا لا نقبل من الناس أن يكونوا هم الجلاد والقاضي والمحكمين والكل والجلاد.
لأسباب متعددة لا يمكن لأحد أن يستخدم هذه الذريعة للهروب من ظروف وجد نفسه فيها في مرحلة ما من الزمن. إذن دعونا نتحدث عن قضايا أخرى. وقبل أن نفتح المجال الأسئلة, في الأسبوع الماضي كان هنالك الذكرى الثانية للاتفاق الإطاري النووي المتفق متعدد الأطراف حول البرنامج النووي الإيراني. لدي سؤالين بهذا الموضوع. ما هو تقييمك أولا للالتزام حتى اليوم؟ لا أتوقع منك أن تقيم فقط التزامك, لأن هنالك مشاركين موجودون هنا لهم وجهة نظر, ولكننا كنا نتحدث عن التزام أطراف أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية. أولا التزامنا مباشر جدا, و نحن لا ننسى في ماذا كنا ملتزمين أم لا. أعطينا التفويض لوكالة الطاقة النووية للتحقق من التزامنا, وهي تتحقق من ذلك. إذن الأمر واضح جدا, وفي تقارير وكالة الطاقة الذرية هي ليست طبعا متعاطفة مع إيران, وبالتالي تقريرها هي لا حاجة لأن تسألني عنها. فيما يتعلق في الولايات المتحدة الأمريكية, نحن نؤمن وحتى أثناء إدارة الرئيس أوباما الأمر الأكثر أهمية من أجل إبقاء العقوبات, وإذا مكتب الأوفاك كان مترددا في أن يقدم أجوبة مباشرة لأولئك الذين أرادوا أن يعملوا مع إيران, لأنهم كانوا قلقين من أن الجواب المباشر سوف يقوض العقوبات التي لم نتجادل حولها أو نتفق على أن يتم رفعها. نحن نظن بأنها غير مبررة, ولكن بالنسبة للأوفاك هذه هي الأكثر أهمية. إذن أنت تتعلق عن العقوبات المفروضة بقضايا حقوق إنسان والعمل مع الإرهابيين وإلى ما إلى ذلك. وحيث أنك ذكرت الأمر, من المثير أن هنالك عقوبات على إيران بسبب حقوق الإنسان أو دول أخرى لم تسمع بالانتخابات وتقطع رؤوس الناس هم حلفاء ولم توضع عليها أي عقوبات. ولكن ومع هذا, نعم أنت تعرف عن ما تحدث. الوزير الخارجية تيلرسون, ومجددا أقتبس بأنه قد دعا إلى دعم العناصر داخل إيران والتي قد تؤدي إلى انتقال سلمي الحكومة الإيرانية. وهنالك كان من طلب من السناتورات وبأقل دبلوماسية تغيير النظام. إذن سؤالي هو, كيف تستقبلون مثل هذه الأمور, وما الأثر التي تعكسه على رؤيتكم للولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن الأثر هو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعلم من التاريخ. لقد قامت إيران بتغيير الولايات المتحدة الأمريكية من تغيير النظام في إيران, وهي تبعت نهج الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ تغيير النظام منذ الثورة الإيرانية, وقد قامت بشكل رسمي وقد توقفت بشكل رسمي أثناء الرئيس أوباما. ولنظر أنها توقفت ولكن بشكل رسمي هذا ما أعلن. إذن إن الفرق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء أمريكا في المنطقة هو أننا نعمل بمشروعية من شعوبنا. الواقع هو بأننا نقبع تحت ضغوط ولأكثر من 38 عاما. انظر إلى المنطقة حولنا, الجميع لديهم مظلة خارجية بشكل أو بآخر, سواء مظلة حلف شمال الأطلسي أو دعم أمريكي مباشر. إيران ليست لديها أي من هذا. إذن كيف نجونا؟ كيف نجونا دون أي دعم خارجي؟ هو لأننا نعتمد على شعبنا, هي لأننا نعتمد
على شعوبنا، مكننا من التصدي من تغيير نظام وأي حرب. الجميع دعم صدام حسين، ولمدة أعوام خضعنا لحرب، الجميع فيه يدعم الطرف الآخر، من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل دولة دائمة في مجلس الأمن. صرف المليارات والمليارات من الدولارات. تتذكرون قبل بضعة أسابيع الولايات المتحدة الأمريكية صرفت 110 مليارات دولارات على شراء سلاح لها. لقد اشتروا 70 مليار دولار من السلاح للعراق أثناء حربها مع إيران، ولكننا نجونا. نجونا الحرب، نجونا من العقوبات، نجونا من هيلاري كلينتون، عقوبات هيلاري كلينتون المعرقلة، العقوبات التي صرف الأقصى التي وضعت على إيران. لماذا نجونا برأيك؟ نجونا لأننا نستمد شرعيتنا من شعبنا، شعبنا الذي وقف عشرات الساعات من أجل التصويت. وقد قال جنرال ماتس في ذلك اليوم بأن الإيرانيين ليس لديهم خيار، وأن آية الله هو الذي يختار الرئيس، أيها الناس، بحق السماء لقد وقف الإيرانيون لعشرة ساعات لانتخاب رئيسهم. ربما الناس في إيران مغسول الدماغ. لماذا إذن؟ ماذا بخصوص الذين وقفوا في لوس أنجلوس لساعات طويلة لانتخاب الرئيس؟ لا تخدعوا أنفسكم، انظروا إلى الواقع. تغيير النظام لن ينجح في إيران، لأن إيران ليست دولة تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على الشرعية والبقاء. نحن بقينا بالرغم من الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك قصة نيويورك تايمز والتي تقول بأن إيران تهيمن الآن على العراق بفضل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. لقد رأينا في العراق عدة مرات الحكومات تهيمن عليها الطبعة السنية، وفيما إذا كانت إيران تهيمن على العراق أو لا، إيران بتهيمن بالتأكيد أو لديها نفوذ كبير في العراق. إذن ما مدى ثقتكم بأن التاريخ لن يغير نفسه، وأن الميليشيات الشيعية أو حكومة شيعية لن تقوم بالوصول إلى نسخة جديدة من الإرهاب السني الجديد مثل تنظيم الدولة أو غيره؟ نحن نؤمن بأننا أنه يجب أن يكون هناك حكومة شاملة في المنطقة كلها، حكومة وشمول. ولهذا نحن تحدثنا مع العراق السنة والعراق الأكراد عندما واجهوا تنظيم الدولة، أن سياستنا لطالما كانت متسقة. لقد قتلنا الإرهاب في حرب الإرهاب في أفغانستان وفي العراق، وأيضا الإرهاب في سوريا والتشدد في سوريا. أما حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية دعموا التشدد في أفغانستان فقط. ثلاثة دول اعترفت بطالبان كحكومة: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية. هذه نفس الدول التي دعمت الإرهاب والتطرف في سوريا، ونفس الدول التي دعمت الإرهاب والتطرف في العراق. لطالما كانوا متسقين في دعمهم للتطرف والإرهاب، ونحن لطالما كنا متسقين في معارضة هذا. هم اتخذوا قرارات خاطئة، والآن هم يشتكون من أنهم الآن يعانون من ثمار عمل من صنع أيديهم. نحن اتخذنا القرار صحيح، ولكن ذلك المقال في نيويورك تايمز، أنا أحترم نيويورك تايمز لكنهم لم يستندوا إلى الحقائق، لأنهم لو قرأتم ذلك التقرير هو حقيقة قاصر. لأنه حتى لو أردتم أن تزعموا استخدام السلاح النووي، وحتى لو تمجهتهما بطريقة مباشرة، لمجرد قراءة العبارات، اقرأ العبارة، وأن هنالك
من أثبتت أن العراق استخدمت السلاح الكيماوي. وإذا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، تتذكر حادثة حلبجة حيث كانت هناك وثيقة للسي آي تثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبسفاراتها طلب منها أن تحتشد لإثبات أن إيران هي من استخدمت السلاح الكيماوي. هذه حقائق، هذه ليست إيفن ويكيليكس، إنما وثائق حتى هذه كانت قبل أسانج. إذن هذه حقائق. نحن لدينا نفوذ في العراق ولدينا نفوذ في المنطقة، ولكننا لا نؤمن بأن النفوذ في هذه المنطقة يجب أن يكون على حساب إقصاء الآخرين. نحن نؤمن بأن على الجميع أن يكونوا مشاركين في المنطقة. هل تظن بأن هنالك مكان للقوات الأمريكية في العراق؟ نحن نؤمن بأن القوى الأجنبية هي تساعد أو عنصر زعزعة استقرار. نحن لا نعترض على خيار الجوار وجيراننا، نحن نتدخل في خيارهم. إذن لماذا القوات الإيرانية موجودة في العراق؟ نحن ليست لدينا قوات، نحن لدينا مستشارين عسكريين. نحن لا نعترض على خيار جيراننا، ولكننا نؤمن بأن القوى الأجنبية عنصر مزعزع الاستقرار. لا نود أن يكون هنالك وجود عسكري في المنطقة كلها. نحن ذهبنا إلى هنالك بناء على طلب، ذهبنا إلى أربيل. إذن نحن لدينا مستشارين عسكريين في سوريا. لماذا لا نتذكر بأنه عندما بدأت أو اقتربت تنظيم الدولة من السيطرة على أربيل، الرئيس بارزاني دعا ثلاثة دول، إيران ربما كانت الأخيرة، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. كنا هنالك بعد ساعتين وفي طائرات مدخرة بالسلاح ومستشارين عسكريين لدعم الأكراد في محاربتهم لتنظيم الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية تطلب منها الأمر 24 ساعة وقامت ببعض القصف الجوي، أما قواتنا أصدقائنا لم يذهبوا أبدا. إذا هذا هو الواقع على الأرض. إذا كنت موجودا، كنا موجودا هناك بدعوة من الحكومة المعترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نؤمن أخيرا بأن وظيفة تحقيق الاستقرار لدول المنطقة هي تكمن بين يدي كل دولة، بين على كتفي مواطنيها وقواتها المسلحة، أما الأجانب للمساعدة، وأشيء بخلاف هذا سيكون عنصر زعزعة استقرار. لقد تحدثت عن الأكراد في سبتمبر، كان هنالك تصويت. ليست لدي كرة سحرية، ولكنني واثق بأنهم سيسعون لأن يكون لديهم دولتهم الخاصة بهم. وطبعا هنالك تعداد كردي كبير في، وبما في ذلك الموجود في تركيا وسوريا. ما الذي تراه إيران، وجهة نظر إيران بخصوص حق تقرير المصير بالنسبة للأكراد؟ لا نظن بأن الاستفتاء هو الخيار الصحيح. سيكون الأمر كارثيا على العراق، وطبعا طبعا الأزمة الأثر لن يكون حصرا على الأكراد. التأثير على الأمن العراقي سيكون وخيما، والتأثير على الأمن الإقليمي أيضا سيكون كارثيا. لقد قدمنا النصح للعراقيين الأكراد، وكلهم أصدقاؤنا، من مسعود بارزاني إلى الآخرين من غيرهم في العراق. نصحناهم بأن هذا هو الخيار الخاطئ، وأن لا يحاولوا القيام بهذا. نحن ونقاشاتي حتى في أوروبا قلت أيضا يتشاركون معنا في هذه الرؤية، وحتى مؤسسات فكرية ومسؤولين لديهم أيضا نفس الأفكار هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لا أظن بأن هذا هو الخيار الصحيح، ولكنني أؤمن بأن السياسات في المنطقة، وبالرغم من إصرارنا على الوحدة الوطنية وسلامة الأراضي، كل دول المنطقة نرى بأن سياسات المعادية للأكراد في أي منطقة في الأراضي في أي دولة في المنطقة سوف كلها رد فعل معاكس. أنا لا أتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، أنا فقط أحلل وجهة نظر. إذن آخر سؤالين من ناحية تحليلية أيضا.
الولايات المتحدة الأمريكية تنظر نشر قوات إضافية في أفغانستان من وجهة نظر الدولة الإيرانية. هل هذا أمر تظنون بأنه سيساعد أفغانستان على إنهاء الحرب الأهلية والوصول إلى تسوية؟ لا نظن، وقد تحدثنا مع الحكومة الإيرانية حول هذا الأمر. لا نظن بأن الاعتماد على القوة الأجنبية سوف تمكنهم من الوصول إلى تسوية سلمية. نحن ندعم عملية السلام في أفغانستان، ونحن مستعدين للقيام بكل ما في وسعنا وكل ما في إمكاناتنا لدعم هذه العملية. لدينا وجهة نظرنا، لكن نحترم قرارات دول الجوار. هذا لطالما قمنا به، وحكومة أفغانستان هي حكومة ذات سيادة وتتخذ قراراتها، ونحن نحترم هذه القرارات. ولكننا نعترض على طبعا مثل هذا القرار، أو نتخالف مع هذا القرار. آخر السؤال، خلال الأسبوع الماضي كان هناك تقارير حول وجود أمريكيين محتجزين في إيران. هناك طالب من برينستون، وهناك آخرين من الأمريكيين المحتجزين في السجون الإيرانية. هل إيران مستعدة لإطلاق سراح أولئك الناس كمبادرة إنسانية؟ وما هو المنفعة من احتجاز هؤلاء الناس، وخاصة أولئك الذين قضوا مدة طويلة في السجون الإيرانية؟ نحن، وأنا متأكد من أن الجميع يعرف اليوم أن لدينا نظام قضائي مستقل، ونحن في الحكومة ليست لدينا أي سيطرة على قرارات السلطة القضائية. وطبعا هذا منصوص عليه صراحة في الدستور ويطبق على الأرض في إيران. وكوزير خارجية لطالما عملت من الشؤون الإنسانية أن أساعد أولئك المحتجزين الذين ونحن طبعا لنا نأخذ باعتبار الجنسيات، إيرانيين كانوا أو أمريكان طبعا، ولكن تابعنا قضايا أولئك المحتجزين ونأمل أن نصل أن يتم الوصول إلى تسوية. ولكن علي أن أذكر بأنه بالرغم من هذه الدعاية الكبيرة التي أحاطت الإيرانيين الأمريكيين أو الآخرين الذين احتجزوا في إيران، والبعض يقولون بأن الإيرانيين الأمريكيين يخافون الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك المئات منهم ويأتون ويذهبون، وفي كل طائرة تأتي إلى إيران تحمل مغتربين إيرانيين من الولايات المتحدة الأمريكية تكون ممتلئة، وبالتالي يذهبون. فقط قلة منهم تم احتجازهم، وأنا لست في موقف الآن لأن أعلق على التهم، لأنني كما قلت لكم الموضوع بين يدي السلطة القضائية. ومع ذلك أود أن أقول بأن هنالك إيرانيين محتجزين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى خارجها، بتهم ذات طبيعة تقنية مرتبطة بعقوبات غير مطبقة الآن، وربما كانت قبل 10 أعوام. وهنالك امرأة إيرانية محامل بالشهر الثاني اعتقلت قبل بضعة أسابيع في أستراليا، وكانت وهي هاجرت إلى أستراليا، تركت إيران، اعتقلت قبل شهرين في إيران بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لمجرد ترجمة معاملة تشكل خرقا لإحدى العقوبات التجارية. وهنالك إيراني آخر اعتقل في إسبانيا قبل أسبوعين مجددا وبنفس التهمة، وإيراني آخر اعتقل في فرانكفورت ألمانيا قبل 3 أسابيع وبنفس التهمة. الإيرانيين يعتقلون في الولايات المتحدة الأمريكية بتهم زائفة، تهم ملفقة. أعرف قضية في نيويورك سياسية محضة. إذن أنا لا أقول بأن الأمر العين بالعين، ولكن علينا أن نتعامل مع هذه القضية الإنسانية من منظور إنساني وليس من منظور سياسي، ونحن مستعدين للقيام بكل ما في وسعنا لحل هذه القضايا الإنسانية.
نفتح المجال الآن للأسئلة. أذكركم بأن هذا مسجل. انتظروا. قدموا أنفسكم وأسئلة مختصرة. Mr. Minister, سيدي الوزير، اسمي عمران رفعت، وأنا في تعليقك ذكرت أحداث 1953، ويمكن أن نفهم تلك الذكريات السيئة التي عاشها الإيرانيون، والأمريكيون أيضا كان لهم ذكريات سيئة في عام 1979. كيف يمكن المصالحة بين هذين الموقفين؟ أعتقد أنه كما قلت هنا هذا تاريخ سلبي. الإيرانيون لم يكونوا يعتقدون أن الأحداث في عام 79 كانت بسيطة، كذلك أحداث 1953 كانت حاضرة في أذهان الإيرانيين عندما حدثت وقعت أحداث 1979. ما ينبغي أن نقوم به أن ننظر إلى المستقبل. هناك كان هناك سنوات من سوء التفاهم، ولكن وصلنا إلى تفاهم بعملية متعددة الجوانب. لكن الاتفاق هو ليس اتفاقا إيرانيا أمريكيا، بل هو اتفاق متعدد الأطراف. ونحن قلنا أن ذلك هو أساس تفاهم مستقبلي إيران في نظرنا وفي نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن ننفذ من خلالها التزاماتنا، لكن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك. وبذلك فإن هناك انطباع لدى الإيرانيين بعداء الولايات المتحدة تجاه إيران. هل سمعتم أي إشارات عن مراجعة الولايات المتحدة وإدارة ترامب للاتفاق النووي؟ لقد تلقينا نفس الإشارات التي ترونها في الإعلام. أنا أتحدث عن شخص متعود على قراءة الدبلوماسية، وقد قمت بالتغريد حول المفاوضات النووية. أعتقد أن التغريد عملية جيدة كما فعلتها أنا. لكن المهم هو أننا تصلنا إشارات متضاربة ولا ندري ما الذي نفهمه أو نعتمده من هذه الإشارات. لكن من الواضح أن إيران جادة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وأن هذا الاتفاق يمكن أن يكون أساساً لعلاقة جيدة في المستقبل. Barbara Slavin from the Atlantic Council. Always a pleasure to see you, Mr. Minister. أهلا بك سيد الوزير. هل أنت راض عن مستوى التواصل الذي لديكم مع الولايات المتحدة وإدارة ترامب إلى هذا الوقت؟ أعتقد أنكم لم تتحدثوا إلى وزير تيلرسون، هل هذا صحيح؟ وهل أحد الأسباب أنك هنا الآن، لا أدري ما هو الدافع الرسمي أن توصل رسالتك إلى إدارة ترامب؟ في هذا العالم الذي قائم على العولمة يمكن أن تشارك حتى وأنت جالس في بيتك، لكن سنحت لي فرصة لحضور اجتماع للجمعية العامة والمتحدة، وأنا أحضر هذه الندوة كصديق. ولكن من المهم أن يكون هناك تفاهم أفضل. أعتقد أن الإعلام والمعلومات الخاطئة التي تصل إلى كل طرف منا، تعرفون أن هناك أموال تنفق ملايين الدولارات
يتم إنفاقها على العلاقات العامة، وهذه العلاقات العامة لا تريد أن تظهر الحقيقة أو تبرزها. لا أتحدث عن الأخبار الكاذبة، ولكن العلاقات العامة تريد أن تبرز وجهة نظر أو فهما معينا، وهناك حاجة إلى فهم ما يحدث حقيقة أحيانا، المزيد من المعلومات أحيانا، وهي التحكم الكامل في ما يجري في العراق. لكن ليس هناك تواصل بيني وبين وزير الخارجية تيلرسون، وذلك لا يعني أنه يمكن أن لا يمكن أن يكون هناك اتصال أو إمكانيات الاتصال. الاتفاق النووي كان دائما مفتوحا، وزملائي يتصلون بنظرائهم الأمريكيين فيما يتعلق بالوثائق الرسمية وبالمشاركة في اللجان المختلفة التي تنظر في تظلماتنا من موقف الولايات المتحدة وعدم وفائها بالتزاماتها. إمكانية التواصل إذن موجودة، لكن الأمر لا يبدو مثل ما كان مع الإدارة السابقة حيث كنا نقضي وقتا طويلا معا. كل الحدود حول بعض الملاحظات الفنية، هل إن حكومتكم أو قامت بقرارات حول نوايا إيران بعد انقضاء بعض نقاط الاتفاق؟ إيران اختارت ألا تستخدم الأسلحة النووية وأن تصنعها، وهي مستعدة لتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المراقبة والمتابعة، وذلك هذا الجانب لا ينتهي أبدا. وهذه بنود في الاتفاق ولا نهاية لها. هناك بعض الإجراءات المؤقتة، وهي مؤقتة بطبيعتها، وبحكم تلك الإجراءات المؤقتة فإن إيران سوف تعود إلى إنتاج الوقود لأغراض مدنية، والتزام إيران بألا تنتج أسلحة نووية موجود دائما، وكان هناك اقتراح بمنع الأسلحة النووية على الجميع، وللأسف حتى الولايات المتحدة لم تشارك حتى في هذه. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن نسير فيها لكي نخلص العالم من هذه الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل. وستة وزراء أن اتفقوا على أن ذلك هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه، لكن الآن لا يقبلون هذا الأمر. هل إن إيران عبرت عن رأيها في الموقف الكوري الشمالي؟ نحن نعتقد أن الأسلحة النووية لا تضمن أمن أي بلد، ونحن نعتقد بكل بساطة أن الأسلحة النووية غير مقبولة، وفي نظرنا غير شرعية بالنظر إلى عواقبها. قد قلنا أن استخدام أي استخدام الأسلحة النووية غير شرعي، لأنه ضد قانون حقوق الإنسان. من وجهة نظر عقائدية أيضا وإنسانية واستراتيجية، ولا تضمن أمن أي
أمن أي بلد. Jeff Laurenti, Minister Zarif, I'd like to pick up that issue that Richard posed at the end of the opening segment about Richard Wang, the Princeton graduate student, and there's been a great deal of consternation in Princeton, of course, about this secret trial and now sentencing, perhaps in part because they accused him of spying for Harvard, which اتهامه بالتجسس لجامعة هارفارد. أعتقد أنه فيما يتجاوز الإطار الإنساني، ما نوع الجهة القانونية المستقلة أن تقوم بمحاكمة سرية يختارون يتم فيها اختيار القضاء وأن تكون منتمية إلى القوات الأمن الخاصة؟ لماذا من الصعب مراقبتها وأن يكون هناك أسس وإجراءات؟ وماذا لديكم في وزارة الخارجية من ناحية حقوق الإنسان، تلك القوى الظلامية التي تتحكم في الأمور؟ أنت قمت بكثير من الافتراضات. القضاء هم جزء من المنظومة القانونية ولا يتم اختيارهم، يقوم أحد باختيارهم، هناك إجراءات ومسار معين. وبالنسبة لنا لم ننتخب قضاة، وفي كثير من البلدان لا يحدث ذلك، لكن هناك عملية ومسار، وليس هو مسارا اعتباطيا، هو إطار قانوني، والتعيين أو الاختيار والعملية، ومن الحالات تنتقل من قاضي إلى قاض. الخطوات مضبوطة في القانون وليست بقرار خاص، وهناك كاميرات في المحاكمات حتى في الولايات المتحدة. هناك حالة في نيويورك، المحامي ليس لديه القدرة على الوصول إلى الأحداث، والمتهم أيضا ليس له الحق، لأنه يقال له إن تسمون ذلك قوة ظلامية في إيران، يجب أن تسموها بنفس الاسم في الولايات المتحدة. إذن السلطة القضائية لدينا مستقلة، ويقومون يتخذون قراراتهم، ولكنها قائمة على إجراءات وقوانين موجودة في القانون، وليست اعتباطية ولا ظالمة. قد لا تتفقوا مع القانون. هناك محكمة في نيويورك، دعوني أسألكم، محكمة في نيويورك $11 billion لأنها اتهمت إيران، بينما كل الدلائل تقول أن المملكة العربية السعودية وهي حليفكم هي التي تقف وراء ذلك. إذن القوى الظلامية، دعوني أكون جادا حول هذه القوى. لننظر إلى الواقع، أموالنا محجوز عليها لأدوار لعبناها في 11 سبتمبر، قبل جاستا حتى وقرار جاستا. القضاء لديه براهين ودلائل لكي يثبت أن هذا الرجل كان ضالعا في التجسس. قد يكون لكم فهم أو تأويل خاص للتجسس، وأنا أتفهم ذلك، لكن لا يمكن أن يقول أن ذلك ليس قرارا ظالما أو اعتباطيا. وأنا كوزير خارجية، فإن عملي هو أن أتأكد من أن أي أجنبي في إيران حتى لو كانوا في السجن سوف يتلقى
العناية أو الحماية القانونية وزيارات وأن يتم حل القضية عند الحاجة لأسباب إنسانية. الحديث عن المال. Michelle Caruso Cabrera, CNBC. Speaking of money, there were conflicting numbers as to how much cash. هناك أرقام متزايدة حول المبالغ التي تلقيتموها من الولايات المتحدة بناء على الاتفاق النووي. كم تلقيتم؟ كان هناك حالات في محكمة لاهيغ وهي محكمة شكاوى أو مطالبات الإيرانية. A lot of money. قد وضعنا أموال كبيرة في بنوك لشراء أسلحة. And after the revolution, وبعد الثورة. And we didn't know how much. ولم نكن نعرف كم. Because I mean there were a lot of stuff. إنه كان هناك الكثير من الأمور. Military equipment that you're now selling to Saudi Arabia. الأسلحة. So for those beautiful military equipment, we used to pay a lot of money. كنا ندفع أموال طائلة مقابل تلك الأسلحة. ونحن قدرنا تلك المبالغ كان هناك 400 مليون دولار موجودة في ذلك الصندوق بدون الأسلحة التي بيعت لإيران وكان هناك أسلحة أخرى تم أرسالها للولايات المتحدة للإصلاح أو غيرها أو صيانتها. إذا لدينا حالة قضية في لاهيغ من جزئين، جزء يتعلق بالصندوق الذي لم تعد محتويته إلى إيران، والثانية متعلقة بقطع الغيار أو الأجهزة والمعدات التي أرسلت للولايات المتحدة للصيانة. قررنا خلال المفاوضات أن نحل تلك القضية، قضية المال وليس الصندوق، لا وليس قطع الغيار، وكان ذلك يرتفع يصل إلى 1.8 مليار تقريبا. كان تلك أموالنا التي ظلت في المحكمة على مدى 35 عاما، وأخيرا المحامون كان لهم الشجاعة، لأن الجميع كانوا يتهمون لماذا اتفقتم على مبلغ 1.7 مليار، والبعض يعتقد أنه ينبغي أن يكون أكثر أو أقل. إذا توصلوا إلى اتفاق بناء على الحالات القرارات السابقة أنها ستكون فوائد محدودة، وتم ذلك الاتفاق وحصلنا على المال. كانت أموالنا، لم يعطيها لنا أحد. I'm wondering if you could talk about the bills that are making their way through Congress and what the القوانين التي المعروضة أمام الكونغرس والتي ستسلط عقوبات إضافية على إيران. سوف نتخذ القرار عندما يحصل ذلك. هي بطبيعة الحال انتهاك للاتفاق. دعوني أقول لكم، الولايات المتحدة ينبغي أن تعيد النظر في مقاربتها للعقوبات. العقوبات لم تكن أبداً لمصلحة الولايات المتحدة، هي مسؤولية وحمل. عندما بدأتم تطبقون عقوبات نووية على إيران، كان لدينا 200 منشأة نووية وأصبح لدينا 20,000. إذا نتيجة العقوبات هو نتيجتها هذا العدد الكبير. إذا العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة، وأعتقد أن المسؤولين في واشنطن ينبغي أن يغيروا رأيهم في هذا الأمر. لكن لسوء الحظ للولايات
المتحدة أن هذه العقوبات هي شيء إيجابي، يعتقدون أنها شيء إيجابي ومستمرون في فرضها، وأن تغيير هذه السياسة تجعل الولايات المتحدة نفسها سجينة. أنت لا توافق على عقوبات على روسيا لاحتلالها أوكرانيا. أعتقد أن العقوبات تؤدي إلى نتائج عكسية وأنها لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها. كشخص كتب أطروحة على في الماجستير، أعتقد أن العقوبات لا تنفع. Thank you. Evelyn Leopold, resident correspondent at the UN. I was interested. You are really resident because you've been there since I went first. أنت هناك منذ وقت طويل. Good seeing you again. سعيدة برؤيتك. الأسلحة النووية، أنا قلقت مما سمعته. سيكون هناك تحقيقات في سوريا. And it doesn't matter what they come up with. ولا يهم ما الذي سيصلون إليه. من المؤكد أنهم سيجدون أشياء تثبت ذلك. وسيستمر الأمر، لأن سوريا سوف يتم لومها واتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية. فأتسأل إن كنت توافق ذلك. كان من المفروض أن يكون هناك فريق يتم إرساله إلى مطار الشعيرات، لأنهم هاجموا. الولايات المتحدة أطلقت صواريخ على طائرات هناك. طلبت منهم أن يرسلوا فريق للتحقيق، وقالوا ليس ذلك آمنا لأنه تحت سيطرة الحكومة، والحكومة لا تضمن سلامتهم. لو ذهبوا الآن وزاروا الشعرات ولم يجدوا أي آثار، ما سيكون؟ أن الآثار محت وأن الاتهامات كانت خاطئة. سوف نرى. قيل لي، قال الأمين العام أن جيم سوف يبدأ التحقيق. نعتقد أن الأمر وقت متأخر، ولكن هذا أفضل إجراء بطريقة جدية. بطريقة جدية، الوقت متأخر. قالوا ذلك عدة مرات للقيام بشيء كان المفروض أن يتم القيام به في منذ وقت طويل. Herb London, the London Center for Policy Research. Sir, you made a reference to the territorial integrity of your neighbors. I wonder if you'd be kind enough to talk about the territorial integrity of Israel. تتحدث عن سلامة أراضي الإسرائيلية. أنا أتحدث عن البلدان المجاورة لنا مباشرة. ذلك هو مجال اهتمامنا وسياستنا. الناس دائما يبحثون عن حلول للهروب. في التعامل مع الجرائم، هناك جرائم يومية، وستائر الدخان لن تحل القضية الفلسطينية. ما هو سبب استمرار تلك الأزمة؟ هو انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، العقوبات العامة، انتهاك حقوق الإنسان، إنكار أي حقوق أساسية للفلسطينيين. سو بدلا من محاولة إيجاد مخرج، ينبغي أن نحاول معالجة الأسباب الأساسية، ودعونا نرى هل يمكن لأحد أن يتدخل. الفلسطينيون الذين جميع أنواع المظالم والانتهاكات، لو تم التعامل مع ذلك فلن نضطر إلى أن نبحث عن حلول بديلة.
نزار أبو داف المعدين تلفزيون في لبنان. My question is regarding these سؤالي يتعلق بالاتهامات للولايات المتحدة عن تجارب الصاروخية خاصة تلك التي تم إطلاقها على تنظيم الدولة في سوريا. How do you كيف تردون على تلك الاتهامات أن إيران بسبب صنع صواريخ تحمل الرؤوس النووية؟ لقد أوضحنا ذلك في الاتفاق النووي. كان هناك مفاوضات طويلة وفي النهاية وصلنا إلى اتفاق يقول إن هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ونحن ليس لدينا رؤوس نووية وليس لدينا أي شيء ليحمل تلك الرؤوس التي غير موجودة. الصواريخ هي وسيلة من وسائل الدفاع عن أنفسنا ونحن لا نشتري ب 110 مليار دولار من الأسلحة، ننتجها نحن بأنفسنا جميلة أو غير جميلة. وآمل أن يأتي وقت لا أحد لا يصنع ولا يشتري مثل هذه الصواريخ. نحن مستعدون للتعامل مع أي أحد للحد من الإنفاق العسكري. لن نستخدم هذه الأسلحة والصواريخ إلا في حال الدفاع عن النفس، وهذا التزام نقوم به، ونتمنى أن تقوم الأطراف الأخرى تتعهد بعدم استخدامها. ذلك تحد وهو تحد كبير. هل يستخدمون تلك الأسلحة النووية للدفاع عن النفس في اليمن ضد أبرياء يتم قتل أعداد كبيرة منهم؟ أعتقد أن هذه الأسئلة التي ينبغي أن نطرحها بدلا من أن نركز على إمكانات الدفاع الإيرانية. دخلنا حربا على مدى 8 سنوات ومدننا كانت تتساقط عليها القنابل ولا أحد تخلى أو استسلم. أنا شهدت، كنت أمثل إيران في الأمم المتحدة وقد أحضرت أناسا تعرضوا للهجوم بالأسلحة الكيميائية، أخذتهم إلى نيويورك وإلى المستشفيات حتى أوقظ ضمائر البعض من أن هذا الأمر يتم وأن أسلحة كيميائية تستخدم ضدهم، لكن لم يظهر أي أحد أي اهتمام بهذا الأمر. هل نحن استخدمنا مثل هذه الأسلحة ضد أحد؟ قل لنا حالة واحدة في التاريخ عن استخدام إيران للأسلحة النووية. يمكن أن نؤكد قطعا بأننا لم نستخدم أبدا هذه الأسلحة فيما عدا الدفاع، ولن نستخدم هذه الأسلحة إلا في حالة الدفاع عن النفس. لقد ضربنا القاعدة التي انطلق منها الإرهابيون وقاموا بهجمات ضد إيران وضربناهم بدقة هذه المرة، وهذا نحتاج نحن إلى تجربة هذه الصواريخ. الصواريخ التي تحمل الصواريخ التي تحمل أسلحة غير تقليدية لا تحتاج إلى أن تكون دقيقة. عندما تضع سلاحا كيميائيا، لكن عندما تضع أسلحة تقليدية لكي يكون لك تأثير ينبغي أن يكون التوجيه دقيقا. وقد كنا قادرين على أن نصنع صواريخ دقيقة لأننا لا نريد أن نضرب أو نصيب مدنيين ونؤدي إلى مقتل مدنيين، وذلك ما فعلناه. والضربة كانت دقيقة،
لم تسمعوا عن هجماتنا. لا أحد اتهم وقال إن مدنيا واحدا قد قتل بالصواريخ التي أطلقناها. إذن لذلك نحن نحتاج إلى أن نطور أسلحتنا، نحتاجها للدفاع عن أنفسنا ولحماية مدنيين، ونريد أن نمنع ظهور صدام حسين آخر في المنطقة. نحتاجهم إلى أن لا يأتي ويهاجمنا مرة أخرى بدعم من المجتمع الدولي. الوزير ظريف، شكرا على حضورك معنا هنا. سأطلب من الحضور البقاء جالسين حتى خروج سيادة الوزير. شكرا.